تواجد مدرب المنتخب الوطني السابق كاتنيتش ومشاهدته للمباراة، شنو تفسيرك له؟ هو يدرب المنتخب الأوزبكي فالمفروض يصير حافز لفريقه. عادي يعني كل مدربين المنتخبات اكيد يتابعون تحضر يتابعون المباريات. وتحياتنا له، كان فتره من الفترات مع المنتخب قدم يعني نتائج طيبه كان مع المنتخب من العراق، والمفروض كاساس ايضا شاهد المباراه، هو متواجد بربيل يشوف المباريات الوديه، حاصل انه شاف مباراه الجويه، شاف مباراه الزوراء، سيشاهد الكهرباء اكيد يتابعها هو على اعلان قائمه. اللي سمعته انه بعد المباراتين راح يعلن القائمه، يمكن صحيح انا هذا اللي سمعته، يتابع المباريات طالعه قبل يومين اجلوها الى ما بعد المباريات. مباريات النادي بالقوه الجويه يجي، يعني وديه يجي يحضر مباريات وديه للامانه، يعني انا زين تحسن بس بربي يتابع هو والثنين من الكادر وياه، والكادر الاخ دازه، يعني الكادر المساعد دازه بغير مباراه فيتابع يتابع ويشوف، بس لازم يستقر، هذا مهم استقرار مطلوب، ما بقى وقت لبطوله اسيا مو هيك زين. رجل